السلام عليكم، معكم الدكتور هلال. يا رب تكونوا جميعا في أحسن صحة وأسعد حال. النهاردة نبتدي، معلش الأول بداية أعتذر إن في 3 4 أيام، اليومين 3 اللي فاتوا دول كنت شوية مشغول فما قدرتش أعمل فيديوهات، لكن إن شاء الله بنكمل. النهاردة بنحل أو بنجاوب أو بنرد على أسئلة الإخوة الأفاضل المتابعين اللي بيحط أسئلتهم على الموقع بتاعي اللي هو اسمه www.arafili.com. أنا عارف إن كتير منكم عارفين اسم الموقع، لكن أنا بعيد اسمه تاني للناس اللي ما تعرفش اسم الموقع. وأحب أذكركم إن كل ما كان السؤال بتاعك بالتفصيل، يعني كل ما كانت الإجابة بتاعتي مفيدة. الأسئلة الإجابة بتختلف باختلاف عمرك وباختلاف جنسك وباختلاف إذا كنت متزوج أو لا، وخصوصا الأسئلة التي تخص المجال بتاعنا ده اللي هو الأمراض الانتقالية، الأمراض المعدية، الأمراض الانتقالية، الأمراض الجنسية الانتقالية، أمراض الذكورة. كل هذه الأمور الإجابة بتاعتها بتختلف باختلاف سن الإنسان. فمطلوب منك لما تحط السؤال تقول، طبعا لازم تختار اسم، لازم يا اما تحط اسمك الحقيقي يا اما تختار اسم كونيا، اي اسم مستعار نعرفك بيه على الموقع. تحط اسم، الاسم الحقيقي او المستعار، تحط العمر، ذكر او انثى، الا بقى لو كان الاسم واضح ان انت ذكر. بعض الستات بتستخدم اسم ابنها، اسم جوزها كده يعني. الحاجه الثالثه، متزوج او لا، اتفقنا. وفيما يخص الإنجاب ومشاكله تذكر إذا كنت أنت عندك أطفال ولا ما عندكش. دي المعلومات دي مطلوبة، لأن أنا بصراحة ما عنديش وقت إن واحد يسألني وبعدين أقول له عمرك كام يرد عليا وأقول له متجوز، لا ما فيش وقت، أنا برد على اللي موجود. فطبعا بتبقى الإجابة مختصرة، أنت تسأل سؤالك يكون وافي وشافي وكامل. ماشي يا أخوانا، كنا على الله ونبتدي في إجابة الأسئلة اللي جت لنا على arafili.com. خلينا نشوف نبتدي بمين. في أول واحد أهو قصادنا اسمه خلف، نكبر شوية الصورة. تمام كده، الأستاذ خلف بيسأل بيقول إيه؟ خلف، تحليل أجسام المضادة للإيدز الجيل الثالث قطعية بعد 50 يوم، الأجسام المضادة بعد 90 يوم. بيسأل الأجسام المضادة، تحليل الأجسام المضادة لفيروس الإيدز قطعية بعد 90 يوم. أيوة يا سيدي، قطعية بعد 90 يوم، والكلام ده كررناه كتير جدا جدا وبنعيده مرة تانية. بنقول إن أسرع واحد اللي هو تحليل الـ RNA اللي هو الـ PCR قطعي بعد حوالي 10 14 يوم، يلي الكومبو نضرب 10 في 3، 10 بتاع الار ان ايه نضربه في 3 يبقى 30، ده كومبو 30 يوم قطعي بعد 30 يوم، نضرب في 3 يبقى ب 90 يوم اللي هو قطعي بالنسبة لتحليل الأجسام المضادة. نيجي بعد كده، واحد اسمه محمد نور بيقول والله أنا رحت مختبر وقالوا لي التحاليل دي هي اللي متوفرة، وكاتب شوية تحاليل اهم، HIV qualitative يعني تحليل البي سي ار النوعي، يعني يقول نعم ام لا، مصاب او سليم، رياكتيف او نون رياكتيف، بوزيتيف او نيجاتيف. ماشي، التحليل الثاني HIV انتي بودي اجسام مضاده ويسترن بلوت، ده طبعا مش محتاجه لان ده تحليل تاكيدي اذا لا قدر الله طلع ايجابي، و HIV B21 انتيجين، واخيرا الايه، واخيرا الاتش اي في كواليتاتيف، يعني اتش اي في كواليتاتيف فايرال لود و اتش اي في ار ان اي كواليتاتيف باي سي. المهم طبعا كذا واحد من دول اتش اي في بي سي ار، واحد منهم كواليتاتيف نوعي يقول لك سلبي او ايجابي، واحد منهم كوانتيتاتيف يعني يقول لك انت عندك كميه قد ايه لو كان ايجابي. التحاليل الباقيه هي دي اللي تخصنا، الوسترن بلاد برضو ما يخصناش لان انت تاكيد. يبقى اذا هو بيسال مين فيهم الكومبو، الكومبو انتيجين وانتي بودي، ادي الانتي بودي وادي الانتيجين. انت حضرتك لو هو الفن اللي هناك ما يعرفش يعني ايه كومبو، وده طبعا صعب، قول له تحليل انتيجين وانتي بودي، لان كلمه كومبو مش اسم علمي يعني. كومبو من كومباينيشن يعني الجمع، كومباينيشن تجميع ما بين الاجسام المضاده
والانتيجين. فانت تقول له حضرتك انا عايز تحليل الاتش اي في انتي بودي وتحليل الاتش اي في بي 24 انتيجين، يبقى كده هيعمله لك، ويبقى انت كده عملت كومبو. السؤال اللي بعد كده من واحد اسمه خلف، تحليل الكومبو للايدز بعد 50 يوم هل سلبي؟ هل ده قطعي؟ قطعي بعد 50 يوم، لان احنا قلنا ان الكومبو قطعي اي يوم بعد 30 يوم. الكومبو اللي هو ايه تاني؟ انتيجين، تحليل انتيجين بي 24 زائد تحليل الاجسام المضاد. الاستاذ سيد بيقول دكتور هلال لو حد عمل تحليل الايدز وطلع ايجابي ايه اسم التحليل التاكيدي؟ واحد عمل تحليل ايدز وطلعت النتيجه ايجابيه، احنا قلنا ما بنعتمدش على الايجابي ده في التحاليل اللي احنا سكريننج تيست، انما لازم يعمل تحليل تاكيدي. هو بيسال ايه التحليل التاكيدي؟ التحليل التاكيدي اللي مشهور فيه اكتر من نوع من التحليل، لكن الويسترن بلوت متوفر كتحليل تاكيد. اخونا قاسم ده سال كذا مره والراجل بيشكرنا على الرد وبيقول ان احنا اقروا بقى الكلام بتاعه، ما شاء الله عليه راجل بيكتب كويس، فعشان كده اسئلته دايما 10 15 سطر. وده يعني ده ممتاز، انا احب اللي يسال كده يبحبح في الكتابه، خصوصا الناس اللي عندهم وساوس وقلق، الكتابة تعتبر نوع من الفضفضة، فاكتب ما يهمكش انا اقرا كل حاجة، لكن انا عشان بس ما اضيعش وقتكم بقول لكم الملخص انا كنت قريته دلوقتي بسرعة. والملخص بتاعه ان هو بيقول لك في بعض الاطباء بتخوفنا وبتقول ان العدوى بتتنقل لاهون سبب، يعني من اصغر مكان لو عندك كده خدش صغير قوي حتى ما تشوفوش بعينك وجي عليه الفيروس مادة ملوثة بالفيروس ممكن تتنقل العدوى، فعشان كده عاملين لنا قلق ووسوسة. قلت الرد بتاعي قلت له لو الكلام ده صحيح، لو من يعني لو من أصغر حاجة وحاجة سائلة على الفيروس جات لك وتعديت فعلا 100% كنا احنا يا أطباء والممرضين والممرضات وجميع العاملين بالصحة أكيد كانوا بقوا كلهم مصابين بالإيدز ومصابين بجميع الفيروسات الأخرى، لكن الكلام ده مش حقيقي. أنا واحد انا من ضمن جميع الاطباء، ما فيش طبيب في الدنيا الدم ده ما جاش على ايده 100 مره، ما جاش على، لا ده احيانا واحنا يعني في اول الامتياز كده وبنتدرب ممكن الدم ده يروح مطرطش جاي حتى على وشنا وجاي على عينينا، بتحصل كتير جدا يعني، خصوصا لما بنفتح جرح او بنفتح خراج او كده ممكن يحصل هذا الموضوع. فالإبرة يا ساتر، أنا واحد من الناس اتشكيت بالإبرة دي يجي مليون مرة يعني مش ما يعني مش الإبرة ليها غطا؟ الإبرة ليها غطا مش كده؟ السن الإبرة ليها غطا، بعد ما نخلص بنحط نقفل الغطا مكانه تاني عشان بقى تبقى الإبرة السن الحد متغطي وما يشكش حد، ولو إن طبعا مش بنرميها في الزبالة وانما بنتخلص منها بطريقه علميه. الابره اللي بتستخدم يعني ما اعرفش انت اللي بيسمعونه دول في بلدهم بيرموا الابر في الزباله العاديه ولا برضو عندهم التقنيه بتاعه التخلص من الفضلات الطبيه والكده النفايات الطبيه بطريقه علميه. فنرجع ونقول ان الابره ادي السن بتاعها اهو، ايوه زي القلم كده، ادي احنا طبعا بنكشف الابره كده وندي الحقنه مثلا ونستخدمها بعد ما نخلص نقفلها ونرميها في المهملات النفايات. فاحيانا الواحد يجي من مع الاستعجال بيخش اوب شكتني الابره في دراع 100 مره، الحمد لله الواحد ما عندوش وسواس والا كان اتجنن زي بعض الناس اللي عندها وسواس وقلق شديد. ماشي يا اخوانا، فزيحوا الوسواس وربنا سبحانه وتعالى رحيم يعني رحيم بالعباد، مش معقوله يعني هيعرضنا للخطر كده مجرد حاجات تافهه. لكن الممارسه الجنسيه تختلف يا اخوانا، معلش دي ملهاش قاعده، الممارسه الجنسيه خارج نطاق انت بتعصى المجتمع وبتعصى ربنا وبتعصى، ففي امور اخرى بتحكم يعني ماشي، فممكن دي في الممارسه الجنسيه ممكن لاهون سبب تيجي العدوى، لو ان العدوى مش قطعيه لازم تيجي يعني عن طريق الممارسه الجنسيه، يعني انت ممكن تكون ممارسه جنسيه مع مريض بالايدز وما يجيلكش العدوى، وممكن تمارس جنس مع واحد مش مريض بالايدز يا دوب حامل فيروس الايدز كده وتجيلك العدوى. فيعني نتجنب الممارسه الجنسيه خارج نطاق الزوجيه على قد ما نقدر ان شاء الله رب العالمين. وبكده اكون خلصت الفيديو النهارده واشكركم جزيلا، وربنا يديم عليكم وعلينا جميعا الصحه والعافيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.